دائما بتحكي عن دولة الرئيس بري، بتعطي رأيك فيه، دائما بتحكي عن حركة أمل. للمرة الأولى رح أطلب منك وأسألك، إيه ليه ما بتحبي رندا بري؟ لا أنا ما بحبه ولا بكره، لحظة يعني. لحظة، أوكي، فيك تقولي اللي بدك إياه، بس أنا لا بحبه ولا بكره. ليه عندك نقد سلبي دائما؟ بس الست رندا كثير بتحب تتملك عقارات. ايش بدك فيها؟ مش حلوة هي الصفة. طيب شو بدك فيها؟ هلا هي أنيقة، أوكي، ناشطة، بتعرف تحكي على الميكرو، يعني لما تطلع تخطب عندها وقفة، بتعرف تحكي يعني وطلقة بالكلام، أوكي. يعني هي الصفة الإيجابية. بس سيدة رندا بزنس وومن من طراز رفيع، رجل الدولة ما المفروض حد يكون حدا بيشتغل بزنس وتجارة، أبداً. أبداً. أنا ضد عائلة المسؤول، مش بس هو ضد يشتغل تجارة، كل عائلته ضد يشتغل تجارة. شو بتطلعي فيها للصورة؟ ايش؟ شو بتقولي لها لرندا بري بكلمتين أو ثلاثة؟ ما بدي أقول لها مشروعك مش رح يتم. مش رح يتم. أي مشروع؟ هي بتعرف.